في هذا التمرين الآن الذي لدينا بأن نضع إشارة صح وإشارة خطأ على الجملة إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ما زلنا نتحدث عن موضوع القواعد فيما يتعلق بالفاعل والفعل، أن يكون اثنيناتهم عبارة عن يعني مفرد مفرد، جمع جمع إلى آخره. 6 7 8 9 10 شو هذه has been that has never been so many jokers in the race. هي بالعربي معناها إنه في عنا أول شيء there، هلا في كلمة there، هذا adverb ما لنا علاقة فيها. So many joggers هي هنا الفاعل، إذا الفاعل جمع فيجب أن يكون الفاعل جمع، ما دام إنه في عنا subject plural المفروض تكون have وليس has. هنا غلط إذا عنا، هي لم يشهد السباق هذا العدد الكبير، لم يشهد السباق من قبل هذا مثل هذا العدد الكبير من العدائين، لم يشهد السباق مثل هذا العدد الكبير من العدائين. ما هي استراتيجية الترجمة التي اتبعناها؟ الرجاء الانتباه لها والبحث عنها والتعليق بهذه الاستراتيجية. بوكس اوف بوكس، بوكس مفرد فيجب أن تكون هناك الفعل مفرد، لكن نسمي في قراءة الجملة as well as. As well as هذه لا تعمل الجمع. بوكس ار غلط، المفروض تكون بوكس از. إذا هناك علبة من الكتب إضافة إلى حقيبة كبيرة تحت السرير. مرة أخرى، ما الاستراتيجية في الترجمة التي استخدمناها؟ الرجاء الانتباه إليها والبحث عنها في كتب الترجمة. رقم 8 الآن، The President together with his assistant has left for Washington. President اللي هي المفرد President. بالنسبة لموضوع together with his assistants، هذه لا تضيف البلورال للجملة كما تعلمنا من قبل. فإذا نقول غادر الرئيس بصحبة مساعديه إلى واشنطن، لا خلاف عليها، لا أي مشكلة قواعدية فيها. بصحبة، كلمة بصحبة، ما هي الاستراتيجية التي اتبعناها؟ الجملة رقم 9 here، هنا هذه adverb لا علاقة للموضوع. music is subject plural، إذا music is صحيحة. هذه الموسيقى وهذه كلمات الأغنية. كيف اتبعناها؟ اتبعت أسلوب chunking هنا في الترجمة أو استراتيجية chunking. Everyone in the two classes speak English very well. غير صحيح، speaks يجب أن تكون بالإس، لأنه everyone دائما بتكون مفرد وليس جمع. إذا الكل في الصفين يتحدث اللغة الإنجليزية جيدا. كلمة very أنا ما أعرف أترجمها أيضا، إذا كان لديكم أي اقتراح رجاء أن تخبرونا به، ما هو رأيكم؟ القاعدة التي بعدها هي نفس القاعدة، ما زلنا نتحدث عن السبجكت. تحدثنا عن السينجولر سبجكت، الآن لدينا هي بلورال سبجكت. حاليا بلورال سبجكت هنا، لأن إذا كانت بلورال سبجكت فمعنى ذلك أخذ بلورال فيرب بهذه الحالة. إذا أخذ بلورال فيرب يعني ما هي انعكاساتها بالنسبة للجمل؟ دعونا نرى الجمل التي فيها both and، وand أيضا هذه كلها جمع، تستأخذ بها الحالة هاي subject بتكون بهالحالة، هي الverb plural مثل عندنا هوندا وعندنا فورد، هدول هم اثنيناتهم مجموعين بأند فأصبحوا plural. فأصبحت هنا هناك سيارة هوندا حمراء وفورد زرقاء في الخارج. مصطفى ثاني في الخارج، هناك سيارة هوندا حمراء وفورد زرقاء، مصطفتان بالخارج. الجملة التي بعدها both tigers and elephants are becoming extinct، أيضا جمع هنا بسبب وجود كلمة both and. فنقول النمور والفيلة أيضا من الحيوانات المهددة بالانقراض. ما الاستراتيجية التي استخدمناها في الترجمة؟ الرجاء الإجابة على ذلك في التعليق، لأنه يعني في تعديلات عم نعدل في الترجمة، إحنا لا نتقي الترجمة على حالها، ذلك أن البنية النحوية بالعربي غير الإنجليزي والثقافة غير وإلى آخره. رقم 7 في عنا كلمة several و many و both و few، هؤلاء الكلمات دائما plural وتأخذ دائما plural subject plural verb. من أثر ذلك both are going to attend the University of Texas، كلاهما سوف يذهب إلى جامعة تكساس، رح يدرس في جامعة تكساس، كلاهما سوف يدرس في جامعة تكساس. ما استراتيجية الترجمة التي استخدمناها؟ لأنه attend معناها يحضر، أما أنا قلت سوف يدرس. Only a few have passed the exam، هنا أقول لم ينجح في الامتحان إلا القليل. A few هي جمع، لا بأس بذلك. إذن ما الاستراتيجية في الترجمة التي اتبعناها؟ الرجاء وضع ذلك في التعليق. رقم 8 تقول القاعدة رقم 8 هنا بأن بعض الملابس والأدوات والعدد قد تكون عبارة عن
دائما جمع وليست مفرد. نتحدث عن clothes مثلا trousers, pants, jeans, sunglasses. والأدوات scissors, pliers, tweezers, tweezers ملاقط لكن ملاقط الشعر وغيرها. ما pliers معناها بانسة زردية، أنا ما بعرف ما هي الاسم، ما خطر على بالي أبحث عنها في اللغة الفصحى، ساعدونا إذا سمحتم. أحيانا الكلمات الأبستراكت المجردة مثل riches، مثل thanks، مثل means، هذه أسماء أيضا تكون plural دائما بالمعنى، و plural دائما بالنسبة للفعل. نشوف الآن، أحيانا بستخدم بالإنجليزية pair of. لما تكون a pair of نرجع للقاعدة الأساسية إنه pair هي اللي الأساس. a word of thanks مثلا كلمة شكر، a pair of glasses زوج من النظارات، خلص هذا بصير مفرد لأنه pair هي اللي أصبحت subject وليس الكلمة ذاتها. فهذه هي الأمثلة اللي عندنا إياها الحون حاليا، إنه نشتغل عليها ونحاول نتساعد، يا ريت تساعدونا في الترجمة لأنه ليس كل شيء يخطر على بالي مباشرة. few are strong enough to finish the race، هناك قليل من الأشخاص الذين لديهم القوة اللازمة لإنهاء السباق. لا يمتلك إلا قليل من الناس القوة اللازمة لإنهاء السباق، هنا لأنه كلمة few غير a few، الفرق بيناتهم كتير كبير. there a pair of sunglasses lying on the floor، الآن هي هاي بهالحالة، هاي في عنا singular. there is a pair of sunglasses، لا ننسى لما تكون تبدأ الجملة ب adverb فنبحث عن الفاعل اللي هو a pair of sunglasses، هي الفاعل. a pair اللي هي singular، إذن بهالحالة هاي there is بتكون singular. both my good trousers and my old jeans are at the laundry، السبب كلمة are ليس لأنه فقط أنه كلمة jeans هي نفسها are يعني، لكن both لأنه both and، both and. بنطالي وبنطالي jeans كلاهما في الغسيل يعني. أربعة وخمسة أيضا آر آر لأنه في عنا جمع، لكن أنا لا أخفيكم يعني عانيت من مشكلة من موضوع الترجمة فيها في هذه الجمل. فنحن لا نترجم عادة على مستوى الجملة، نترجم على مستوى المقالات والفقرات وغيرها، لكن إذا كان عندكم أي اقتراح لأي شيء من هذه الجمل أنا أكون سعيد في سماع اقتراحاتكم، وما هي الاستراتيجية التي استخدمتوها وفقا لكتاب جيرمي ماندي أو أي كتاب آخر. The pair of dire sunglasses كما قلنا هنا هذه was very expensive صحيحة، لأنه اللي هي was و pair singular. أما الجملة الثانية فعندما a few اللي هو جمع were still working in the car best أيضا صحيحة، وننظر في طريقة ترجمتها إذا حابين. The screwdriver مفك البراغي along with، along with مفرد معناها singular. were left out in the rain، لا هي was left out in the rain، ترك مفك البراغي ومعه البانسة في الخارج تحت المطر. الله أعلم كيف ممكن ترجموها ترجمة أفضل من ذلك. several of the fish appears to be dying، several of the fish appear to be dying، several دائما plural جمع، ولا نجوز أن نكتبها مفرد، several يجب أن تكون جمع. إذا كثير من السمك يبدو عليها أنها تموت، أنها في حالة الموت، الله أعلم. أي ترجمة أخرى أنا أكون شاكر لكم. The scissors in the bottom is in the bottom drawer، لا scissors مقصود فيها اللي هي المقصة، المقص. المقص موجود، المفروض تكون لأنه نحن نتحدث عن جمع.